وهذه الشهادة وتحقيق العقيدة فيها نور عجيب، وهذا النور العجيب حقا من تحقق بها، من تحقق بأنه فعلم أنه لا إله إلا الله، سيرى ثمرة هذا في كل شيء في حياته. دائما ما نقول من عرف الله أبصره في كل شيء، من عرف الله أبصره في كل شيء، فتبصره في حركاتك وسكناتك وخرطاتك وكلماتك وسكناتك وسكتاتك، في أكلك وشربك ونومك، فتنام لله وتستيقظ لله وتأنس مع الله، فتصبح كل حياتك هي لله ومع الله وإلى الله وبالله، بشرط تحقيق العقيدة. أما بدون هذا المعنى حقا لن تجد لذة لهذا الدين. يا إخوة وأخوات، من وجد لذة للصلاة قبل تحقيق العقيدة، اعلم أنك لا تصلي بطريقة صحيحة. من استمتع بالصيام والذكر قبل تحقيق العقيدة، اعلم أنك لم تصلي ولم تذكر بطريقة صحيحة. وإذا وجدت هذه اللذة في قلبك دون معرفة حقيقة المذكور جل جلاله، دون حقيقة المعبود سبحانه وتعالى، اعلم أن الذي يجعلك تستشعر هذه اللذة هي فقط الكيف، الحالة. يعني هذا الفعل، أن أضع جبهتي على الأرض، فعل السجود، هذا الفعل يعني يحصل لقلبي مع هذا الفعل حال في القلب، ولكن سرعان ما سيزول هذا الحال، لأن بقاء الحال من المحال، سرعان ما سيزول. أما الذي سيبقى معك هو المعرفة. المعرفة لن تتأثر بأحوال قلبك، بل بالعكس، كلما تبدل حال قلبك المعرفة تثبته، وهذا هو حال العارفين. ولذلك لا يصبح العارف عارفا بربه سبحانه وتعالى إلا إذا طلب العلم، وأول العلم المطلوب كما قال هنا تحقيق العقائد.